رح نروح لمحطتنا التالية، وأيضا مع سيدة انضمت لنا طموحها ما وقف عند حد معين، استطاعت أنه تكون بمجالات محورية وخطيرة بالحياة، تحقق تجربة مميزة بمجالها وتثبت نفسها وقدرتها الكبيرة. أكيد هي قادرة على أنه يكون لها بصمة بمجالات متعددة. رح نتعرف على دعد حسن، مهندسة بمجال الكهرباء وتجربة مختلفة جدا، قدرت أنه هي تتحدى فيها المخاطر وحتى يمكن تتحدى الرجال بمهنة يمكن ما تعودنا أنه نشوف النساء موجودين فيها. خلينا نتعرف على هالتجربة مع ضيفتنا دعد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. يسعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا. يعني اختيارك للمهنة اليوم هو شوي غريب أو غير مألوف بالنسبة للفتيات أو السيدات، خلينا نحكي عن سبب الاختيار. هلا صراحة احنا كلنا بنعرف انه المرأة السورية اصبحت قادرة انه تفوت مجالات كثير صعبة، كانت حكر قديما على الرجل وصارت تقدر تفوت فيها وتثبت حالها وتنجز فيها وتثمر يعني. فكان بالنسبة لإلي يعني دخول الاختصاص هندسة الكهرباء كان تحدي بيني وبين نفسي انه انا بقدر فوت هيك مجال وبقدر اثبت حالي فيه وبقدر اني انجح اكيد فيه بالحياة العملية، فكان تحدي كثير كبير بيني وبين نفسي لحتى فوتت هيك اختصاص. اكيد يعني دعد، يعني هيك لما بنحكي ببساطة خلينا هيك نقول، يعني بالبيت اوقات بيصير اي شيء بنخاف نقرب على الكهرباء بهي الامور، انت دخلتي بهذا المجال بشكل اكبر، يعني اشتغلتي طبعاً. انت مهندسه طبعاً. خلينا نحكي عن المحيط اول شيء، كيف تقبل الموضوع، تجربتك بحد ذاتها. تمام. هلا الفكره انه الاسره كانت من الداعمين لإلي الاساسي لحتى فوت هيك اختصاص، خصوصا لهم تحية. اكيد بوجه لهم تحيه للوالد وحياه الوالده متوفيه طبعا، بس كانت داعم اساسي لإلي لانه كانت امراه قويه يعني بكل معنى الكلمه، كانت ست بيت ومدبره منزليه رائعه يعني. بالإضافة إلى أنه الوالد كان بقطاع الكهرباء، يعني يعمل بقطاع الكهرباء بشركة كهرباء السويداء، فكان حلمه أنه أنا أتخرج وأصير زميلته في العمل، فأنا حققت له الحلم بشكل جزئي أنه صرت زميلته في العمل بس بمكان مختلف يعني بسبب ظروف زواجي. بعدين كمان حتى بعد ما تزوجت أنا تزوجت من مهندس كهرباء، فكان كمان ضمن العالم اللي أنا موجودة فيه يعني، فكان يعني مقدر للظروف وكان بنفس الظرف شريك. تمام، شريك تماما بنفس الفكرة، فشجعوني كثير وأكيد استمريت بهذا العمل بفضل تشجيعهم أكيد. هلق تجربتي أنا بضمن وزارة الكهرباء، هلق فيني أنا قسمها لنوعين من العمل، يعني أنا حتى كمهندس كهرباء اشتغلت نوعين من العمل بوزارة الكهرباء، هلق فيني أنا قسمهم على مراحل بس فيني جزئهم لنوعين. النوع الأول من الأعمال اللي أكلت فيها بوزارة الكهرباء هو أنه أنا انوضعت بمكان يعني بمديرية تقنيات معلومات وأنا اختصاصي كهرباء، فأنا لا أعرف شيء، فكان تحدي كثير كبير لإلي انه انا بدي اثبت جدارتي حتى بمديريه تقنيات المعلومات. فقمت بمجموعه من الدورات، اتبعت مجموعه من الدورات، قدرت خلال فتره وجيزه وقصيره انه انا انجز عمل مثمر وكان نال استحسان يعني الرؤساء المباشرين لإلي، وانجزت فعلا بمجال المعلوماتيه وصار إلي اسم كثير كبير. هلق بعدين طبعا تغيرت الظروف، ظروف معينه اضطريت اني انتقل على مديريه نقل الكهرباء. هلق هاي المديريه كانت تعنى بكل شيء، في محطات تحويل توتر عالي على مساحات واسعه من اراضي سوريا يعني من كل محافظات القطر بالاضافه لخطوط التوتر العالي، فكانت البدايه فيها بداية نظرية يعني أنا بلشت فيها أنه أخذ المفاهيم الأساسية، لأنه الحياة العملية أكيد غير اللي درسونا إياه يعني بالجامعة، هلق مو غير بس أكيد بالواقع شيء مختلف شوي عن الشيء النظري. فأخذت أساسيات من أساتذة كبار بمديرية النقل الطاقة، بوجه لهم كل التحية وكل الشكر. كمان صار عندي ظروف معينة، ظروف الحرب طبعا اضطرتني أنه أنا أغير مكان عملي ومكان إقامتي، فكان عندي خيارات متعددة أنه ممكن كفي بمجال تكنولوجيا المعلومات يعني، وممكن أنه روح على محطة توتر عالي، فأنا اخترت الخيار الأصعب أنه روح على محطة توتر عالي حتى لو بدي أبدأ من الصفر، فما كان عندي أبدا هاي المشكلة.
طبعا انا كنت راسمي في بالي انه انا ممكن اني واجه كثير صعوبات، خصوصا انه هي النقطه اللي بدنا نحكي عليها يعني اليوم، الصعوبات اليوم اللي واجهتها. في صعوبات مثل كل مهنه في صعوبات معينه أكيد. ولكن قطاع الكهرباء له صعوبات خاصه فيه وخطره يعني. هلا الصعوبه الاولى اللي واجهتني انه العاملين في محطات التوتر العالي هم ذكور، فكنت انا المهندسه الوحيده بيناتهم، الانثى خلينا نقول العامله بين الورشات. هلق الفكرة الأولى كانت شوي الظرف عليه صعب، إنه أنا لحتى أتأقلم إنه أنا الوحيدة بيناتهم. بعدين طبعا بفضل تشجيعهم ودعمهم لإلي واحتضنوني بطريقة كثير لطيفة، أنا طبعا بوجه لهم تحية من منبركم مهندسي وعاملي محطة تحويل الكوم دائرة تشغيل السويدة، دعموني الدعم الكافي وخلوني حس إنه حضوري بيناتهم طبيعي مش مستغرب يعني. هذه الصعوبة الأولى طبعا جاوزتها بكل بساطة. هلق الصعوبة الثانية بمحطات التوتر العالي إنه العمل يحتاج إلى جرأة كبيرة، إلى دقة في اتخاذ القرار المناسب بالوقت المناسب وحذر يمكن تماما كمان. لأنه العمل يعني أحيانا الخطأ البسيط ممكن يؤدي إلى كوارث إنسانية ومادية، يعني كوارث بالعاملين وممكن بالتجهيزات المادية، فهي كمان كانت صعوبة واجهتني ضمن محطات التحويل. الصعوبة الثالثة اللي بدي أحكي عنها هي صعوبة إنه العمل مجهد، أحيانا يحتاج إلى جهد عضلي، مجهد يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، ممكن أي عطل طارئ يحصل بأي مكان من مساحة مختلفة بالوقت تماما، فأنت مضطرة أن تكوني بالمكان المناسب باللحظة المناسبة، لأنه قطاع الكهرباء حيوي يعني ما بيستنى، العمل فيه لا يؤجل. فالورشات مضطرة باللحظة الآنية أنه تنتقل لمكان العطل، ممكن يستمر الموضوع لساعات، ممكن يستمر الموضوع لأيام متواصلة، يعني أحيانا تركيب محولي يحتاج إلى أيام متواصلة من العمل المستمر. فهذا بالنسبة لي كان فعلا من الصعوبات اللي واجهتني ومن العقبات اللي حالت دون أنه أنا استثمر جهودي يعني نوعا ما بهذا المجال. هلا الشيء الرابع اللي بدي احكي عنه الخطوره بالعمل في محطات التوتر العالي. هلا احيانا ممكن انه يتعرض الانسان اثناء العمل باحدى التجهيزات نتيجه عطل طارئ بهي التجهيزه لصعقه كهربائيه، طبعا كلنا بنعرف الصعقه الكهربائيه انه ممكن تكون مميته، ممكن انه يتعرض لخطر السقوط، خصوصا العمال بيشتغلوا على محطات على الابراج العاليه والمرتفعه، ممكن لسبب ما داخ لا سمح الله نزل ضغطه او اي شيء وهو عم يتسلق البرج، طبعا ضمن رافعات اكيد، بس لسبب ما ممكن يتعرض لخطر سقوط. هلا بالاضافه الى انه نحن كالقوس الكهربائي كمان ممكن نتعرض له باي لحظه اذا صار في حاله عطل طارئ باحدى التجهيزات الموجوده تحت ساحات التوتر العالي، فصل او وصل ممكن يتعرض لقوس كهربائي، كمان القوس الكهربائي كمان ممكن يكون اضراره جسيمه، يعني اضرار البشريه جسيمه. اضافه الى اذا نحن ما اشتغلنا يعني اذا ما في اعطال ولا في شغل فنحن تحت التوتر العالي نعمل، وطبعا التوتر العالي في حقل كهرطيسي، هذا الحقل الكهرطيسي طبعا اثبتت التجارب انه هو مؤذي على المدى البعيد على الصحة العامة للإنسان، ممكن أنه يؤدي إلى أمراض خطيرة يعني. فأكيد في صعوبات كثيرة ومتعددة بقطاع الكهرباء يعني اليوم نحن مو بس عم نتعرف على قديش حضرتك دعد قدرتي أنك تدخلي هذا المجال، أيضا عم تعرفينا على كواليس العمل، ولكن من وجهة نظر الأنثى يمكن طبعاً. اليوم قلتي أنك أنت خضتي هاي التجربة وكان في لك عمل فيها، إذا بنذكر أحد المواقف وكيف كان في أكيد تحرك سريع من حضرتك، ونحكي عن دورك كامرأة عاملة أيضا. هلق طبعا صار في كثير حوادث أمامي، بس يعني أنا الشيء اللي مرة صار قدامي إنه هو حصل قوس كهربائي، كان في عامل عم يوصل ويفصل قاطع سكين، فصار في قوس كهربائي لدرجة إنه انصهر المعدن، يعني الله تلطف فيه لهذا العامل، وإلا كان عن جد كانت إصابته أكيد خطيرة. فيعني أكيد بتصير هاي القصص، وصعقة كهربائية كمان صارت لأحد العاملين وطبعا تأذى وفات المشفى لكم من يوم يعني، فأكيد الموضوع ما إنه سهل، صارت هاي القصص والحوادث أمامنا بشكل مباشر. خلال سنوات الحرب كان قطاع الكهرباء من القطاعات المستهدفة، وهو قطاع قدم الكثير من الشهداء وكان عليه كثير ضغط عمل. طبعاً إذا بدنا نحكي عن سنوات الحرب اليوم أكيد
يمكن في تجارب، في مواقف صقلت مهاراتك وشخصيتك بضمن سنوات الحرب؟ خلينا نضوي عليها اكثر. تمام. هلا فتره الحرب كانت قاسيه علينا كلنا اكيد، على كل السوريين، واشحفت بحق الكثيرين، وانا وحده منهم اللي اشحفت بحقي الحرب. هلا بفتره الحرب انا كنت هون متواجده بدمشق، وكان بأوج الاعتداءات الارهابيه على دمشق، فكثير تعرضنا اثناء ذهابنا للدوام مثلا او للعمل لرصاص قناص مثلا، لاعتداءات ارهابيه، احيانا يكون في اشتباكات مثلا بين الجيش العربي السوري وبين الارهابيين بمناطق نحن مضطرين نعبر فيها، فتعرضنا احيانا في استهداف للمحطات. اكيد نزلت علينا مره بمكان العمل قذيفه هون يعني، بس الحمد لله كمان كانت الاضرار ماديه اجت بالتجهيزات يعني، فتعرضنا اكيد كثير. هلا في ناس كثير من زملائنا خطفوا، في ناس كثير تعرضوا لتفجيرات إرهابية وفقدناهم الله يرحمهم يعني، فقدناهم ضمن هاي التفجيرات، فكان إلى أثر كثير كبير الحرب علينا سيء، بس بنفس الوقت كان في نفس واحد أنه نحن لازم نستمر يعني، الحادث يصير يوم معنا ثاني يوم نروح على الدوام وكأنه شيئا لم يكن، لأنه نحن لازم نستمر، إذا ما استمرينا أكيد يعني شو رح يصير بسوريتنا، ما هي بلدنا يعني. أكيد. فكان في تضافر جهود يعني. أكيد. يعني اليوم نحن عم نحكي معك دعاد، عم نشوف مع حضرتك ومع العائلة الضيوف اللي هن معنا اليوم، هي قوة المرأة السورية بتحدي كل طبعاً الظروف. طبعاً. اليوم أنت امرأة متزوجة وبنفس الوقت امرأة عاملة، خلينا نحكي عن هي التوليفة اللي قدرتي تجمعيها خلال هاي السنوات، توافقي بين بيتك وأسرتك وأيضا بين عملك، ومو بس العمل الاعتيادي، هو عمل غير اعتيادي وفيه تضحيات يوميا يعني. أكيد. هلا الفكرة أنه المرأة يعني عندها القدرة وعندها الطاقة اللي بتقدر فيها تستمر وبتقدر فيها تبرمج حياتها بالطريقة المثلى، يعني أنه هي تكون ربة منزل في البيت، تراعي أولادها وتهتم بشؤونهم وبزوجها وبطبعا واجباتها الاجتماعية، وهي قادرة بنفس الوقت أنه كمان تقدر تفوت بمجال شغلها، يعني لا تكون على الهامش، أنه تقدر تكون بمطارح مسؤولة وقيادية وقادرة أنه تثبت هاي الجدارة. فأكيد أنا كان عندي هذا النفس، لأنه عندي يعني أنا بحس أنه أنا بيميزني يمكن عن باقي النساء، هلق أكيد كل النساء فيهم البركة يعني، بس أنا بيميزني أنه أنا عندي طاقة عالية وقدرة على التحمل، على تحمل المشقات يعني، وبحب العمل جدا، وما بحب اني اكون انساني عادي يعني، يعني لازم يكون عندي شيء، لازم احقق شيء بحياتي بالعمليه وبحياتي بالمنزل، فالحمد لله انا قادره اني لحد الان صامده يعني، قادره اني يعني اوفق بين الشغلتين اكيد، وما ياثر الموضوع على اولادي، والدليل انه اولادي من المتفوقين يعني الحمد لله، ولهم مميزات يعني مواهب. نعم. فمهتمة فيهم بالطريقة المثلى الحمد لله. نعم. يعني لما نحكي اليوم عن المرأة السورية بمختلف المجالات، بتتعدد المهن اللي عم تشتغل فيها. أكي. اليوم نموذج حضرتك لسيدة ناجحة طموحة، كيف بتشوف اليوم وضع المرأة السورية؟ هلق المرأة السورية أكيد يعني هي قطعت أشواط كثير كبيرة بهذا المفهوم، يعني أنه هي قادرة وهي طموحة وقادرة توصل للأهداف اللي بدها إياها، بس يعني أكيد في شيء المحرك أساسي لازم يكون عندها اللي هي الحافز، يعني إذا فقدت هذا الحافز أكيد هي رحت ما تستمر أكيد بعملها، فيفترض أن يكون في عندها الحافز. لازم إذا كانت مختصة بشيء معين تحب اختصاصها، تحاول تتفوق على حالها، تحاول تطور حالها، تطور مهاراتها بالجد وبالمثابرة وبالعمل المستمر. هلق أكيد رح تتعرض لكثير لبعض الانتقادات ضمن عملها، إذا كان غير مألوف رح تتعرض لبعض الظروف الصعبة اللي بتواجهها، فيفترض أنه هي تتجاوز هاي الظروف بكل قوة وبكل عزيمة، وهي مسؤولة وقيادية أكيد بتكون بهذا المجال. نعم. يعني بدنا نتشكر وجودك معنا دعد، وبنقلك الله يقويكي، الله وشكرا كثير لك، واكيد بنتمنى لاسرتك كمان الخير.